مواصلة لسلسلة الزيارات الميدانية لمختلف المؤسسات والمصالح الجهوية في ولاية غرغل، أدى والي الولاية السيد أحمد نول سيدبة زيارة لمقر الصندوق الجهوي للضمان الاجتماعي في مدينة كهيدي، وتابع الوالي عرضا حول مهام وطبيعة الخدمات التي يقدمها الصندوق وطريقة تقديم المعونات المالية للمتقاعدين في ظل تطبيق الزيادات التي أقرها رئيس الجمهورية مطلع السنة الجارية لفائدة المتقاعدين ضمن سياسة الدولة لتحسين ظروف الفئات الأكثر احتياجا في المجتمع. وشكلت المفتشية الجهوية للشغل في غرغل المحطة الثانية من هذه الجولة، وهنا اطلع الوالي على طبيعة العمل والتحسينات التي طرأت على المفتشية من ناحية زيادة الطاقم البشري والوسائل اللوجستية. وتعد مفتشية الشغل في كهيدي من أقدم المفتشيات داخل البلاد، حيث كانت تغطي بعض الولايات المجاورة وتتولى مهام مراقبة تطبيق القوانين وفض النزاعات بين العمال وأرباب العمل. وفي ختام الزيارة أدلى الوالي بتصريح لقناة الموريتانية بين فيه أهداف الزيارة التي تأتي في إطار متابعة العمل اليومي للمصالح الجهوية. زيارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فرع الموجود في الولاية، واجتمعنا مع القائمين على هذه المصلحة وطلعنا على سير العمل عندهم، ولاحظنا على أنه يسير في ظروف جيدة. طرحوا لنا بعض من الملاحظات، من أهمها على أن النشاطات الاقتصادية اللي هون القائمين عليها ما يبلغوا عن العمال اللي العاملين في هذه الورشات، وذلك فيه ضياع الحقوق ذيك العمال من أجل الضمان الاجتماعي. زرنا أيضا مفتشية الشغل، وهي مفتشية تقوم بعمل جيد، والحمد لله لاحظنا على أن إمكانياتهم المكتبية على أنها متوفرة، ولاحظنا أيضا وجود عناصر جديدة من مفتشين الشغل في المصلحة متخرجين من مدرسة الإدارة، وذلك له إن شاء الله يعطي نشاط أكثر وفاعلية أكثر لعمل المفتشية على المستوى الجهوي.